من المتوقع برضو نحط في احتمال ان ممكن تحدث امطار، لان احنا الفترة الحالية دي تعتبر موسم امطار بالنسبة للقنوي، ولكن يعني بتحدث الامطار حاليا مرة كل اسبوع يعني، او مرة كل 10 ايام يعني في الوقت الحالي يعني. ونامل ان شاء الله ان المباراة تتم في جو صحو وشمس مشرقة ان شاء عدد الله الجماهير قد يعني. ايه يا فندم؟ لا حقيقي الجماهير اللي حضرت الماتش لا بتاع الملعب يسع، الملعب يسع لعدد جماهير قد ايه؟ الملعب، انا طبعا ما عنديش يعني حوالي تقدير نقول مثلا معين، 25,000 مثلا؟ ممكن يكون في هذه الحدود يعني. خاصة طبعا أنا معلوماتي إن وزير الرياضة والشباب الكونغولي هيشارك في حضور المباراة القادمة إن شاء الله يعني. نعم، لكن هم مبدين احترام شديد للفريق المصري والكرة المصرية. أكيد طبعا، وده واضح في التعليقات اللي نشرتها الصحافة ووسائل الإعلام، ففي جريدة اللي هي الرسمية نعم. اللي هي كوديزيان دي برازا حقيقي نشرت صفحة مطولة عن فريق الكونغو وتشكيله واللاعبين الأساسيين اللي هيخوضوا المباراة ضد منتخب الفراعنة اللي هو المنتخب المصري يعني. نعم. وحقيقي تناولت الموضوع في أكثر من جريدة يومية، تناولت الوضع بالنسبة لفريق الكرة الكونغولي نعم. والتشكيلة الأساسية ليه واللاعبين اللي هم سيخوضوا المباراة ضد مصر يعني. سيد رمضان بكر سفير جمهورية مصر العربية في الكونغو برازافيل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.